النادي الاهلي بيستقبل وفد من دارسي دبلومه الفيفا. النادي الاهلي استقبل ظهر اليوم وفد من دارسي دبلومه الفيفا بالقاهره برفقه عمرو محب منسق عام البرنامج التعليمي الخاص بالاتحاد الدولي لكره القدم في مصر، والخبير الكندي ذي الاصول الصينيه ديفيد شيكانغ الذي يعمل محاضرا بمركز الدراسات الرياضيه السويسريه التابع للاتحاد الدولي لكره القدم. وكان في استقبال هذا الوفد امير توفيق مدير اداره التسويق والتعاقدات في الاهلي، وكان حريص على الترحيب بالوفد ورافقه خلال هذه الجوله وهذه الزياره للنادي الاهلي. خلونا نتابع مع حضراتكم مزيد من التفاصيل من خلال التقرير التالي. My name is David and I come from China. هو بيقول ان انا اسمي ديفيد مسؤول في الفيفا وكرة القدم. سمع النادي الاهلي كتير جدا من خلال بطولاته، من خلال الاحلام الكبيره اللي الاهلي حققها على المستوى العربي والافريقي ويمكن كمان الدولي وكاس العالم، وهو عنده انطباع جيد جدا عن النادي الاهلي، ودي اول مره ليه ان يخش النادي الاهلي ويتفرج على النادي الاهلي ويشوف النادي العظيم اللي سمع عنه كتير جدا. First of all, I work in the football as well. هو كان بيتكلم على ان واحد من المسؤولين الكبار عن نادي صيني، والنادي ده ليه فروع في دول مختلفه، ومستر ديفيد كان بيقول كده ان هو واحد عضو من اعضاء الهيئه اللي بتدي الفيفا دبلومه، بيدي في المانجمنت والفاينانس، وهو موجود علشان يكون بيحاضر معانا في المجموعه ديت، وهو اول مره زي ما قال يجي النادي، والمفروض ان هو هيكون بيتقابل مع مسؤولين في النادي ويكون بيقدم محاضرات وبيقدم حاجات ازاي تفيد النادي والكره المصريه والنادي الاهلي في المستقبل من خلال الشهاده ومن خلال الدبلومه اللي بيقدمها الفيفا. I heard about this club, I've never been here before. أنا سمعت كتير عن النادي الأهلي، لكن المختلف هو إن لما دخلت النادي الأهلي وابتديت أتفرج على الإمكانيات المتوفرة في النادي الأهلي، وبيقول كده أنا دخلت وبصيت على الحديقة اللي بره، إنه اكتشفت إنه مش بس نادي بطولات، لكن نادي اجتماعي كمان، الناس قاعدة، الناس بتشرب مشاريب، الناس بتاكل، الناس بتحكي، ودي حاجة يمكن مش موجودة في نوادي كتير عالمية، هم رياضيين لكن كاجتماعي. I didn't expect that. بيتكلم على انطباعي جميل جدا، لانه الطبيعي انك تخش نادي رياضي تشوف لعيبه، تشوف مدربين، تشوف تدريبات، تشوف ناشئين، لكن حاجه مذهله جدا انك تشوف الاعضاء موجودين في النادي قاعدين، ودي حاجه تحسب للنادي الاهلي. It's impressive. I mean the number of the titles. مستر ديفيد بيقول لكل اعضاء النادي الاهلي واداره النادي الاهلي مبروك على كل البطولات اللي انتم خدتوها دي كلها. دايما بنسمع ان النادي عريق، نادي عريق، لكن مش بس الماضي لكن كمان الحاضر. لما جيت وبصيت على الكؤوس اللي موجوده والميداليات والمركز الاول واقرا البطولات اللي مكتوبه على الكؤوس ديت، حاجه تشرف، حاجه كبيره، حاجه نادره، حاجة يعني. هو بيقول أنا مذهول جدا من أنا أشوف نادي بهذا الحجم. هو كل سنة بنختار يعني نموذج ناجح للرياضة المصرية، بنعمل له زيارة سواء وزارة شباب الرياضة، سواء طبعا أندية بنختار النادي الأهلي، نادي الزمالك. السنة دي تم اختيار النادي الأهلي عشان نقوم بزيارة ليه، أساسا نفرج الطلبة إزاي النظام الإداري في النادي وإزاي القطاعات تشتغل، والمحاضر بيجي بنجيب أفضل محاضرين في شتى مجالات الإدارة الرياضية. فمستر تان موجود النهاردة وجاي هيعمل محاضره في اتحاد الكوره، واستغل وجوده في مصر عشان يشارك الطلبه في الزياره. فكره ان يجي يزور النادي الاهلي اصلا، طبعا معناه ان النادي الاهلي نادي من اكبر الانديه في العالم، وده نموذج، لان احنا 14 جامعه في العالم، و14 جامعه بناخد افضل نماذج، فمجرد ان يتذكر زياره النادي الاهلي دي حاجه كويسه. طبعا هيبقى في يعني في مؤتمر صحفي هيتعمل، وهيكون في ندوه هتتعمل في اتحاد الكوره، واعتقد هيبتدي يبقى في اسئله وحاجات زي كده، ممكن تتفتح الاذان في الموضوع الاداري ده. طبعا لما قلنا له النادي الاهلي هو كان عارف النادي الاهلي، وعارف ان هو احد افضل الانديه في افريقيا في العالم، والرانك بتاعه ايه في ترتيب انديه العالم، وكان مبسوط جدا بالزياره، وحتى بدا يقرا قبل ما يجي عشان يستعد، وقال لنا دي الانديه وذكر اسماء لعيبه، عارف كابتن خطيب رئيس النادي، وعارف انه كان خد الكره الذهبيه 83، هو بدا يتكلم معانا في حاجات، هو واضح من تابع النادي الاهلي ده من خلال قراءاته، من خلال طبعا فكره النادي الاهلي واحد من افضل الانديه في العالم. معانا طلبه من السعوديه، وطلبه من الامارات، وطلبه من السودان، وكلهم كانوا فرحانين بموضوع الزياره ده، وجايين حتى مجهزين حاجات معينه وبيصوروا زي ما حضرتك شايف دلوقتي، وحكيت هينقلوا خبراتهم لانديتهم. انا برحب اولا بضيوف الفيفا، ضيوف المركز الدولي للدراسات الرياضيه. هدف البرنامج او هدف الزياره تعرف على الانشطه الرياضيه الموجوده، ووضع او اخذ اجراءات الشغل جوه النادي من ضمن المنهج بتاعنا في الاصدار الحادي عشر. طبيعي ان المفروض ان احنا كبرنامج
لينا تدريب او لينا خطه اجراءات عمل بنتعامل مع التسويق الرياضي ورعايه النشاط. احنا النهارده بعد ما نخلص زياره عند في النادي الاهلي هنطلع على الاتحاد المصري لكره القدم، عندنا كونفرنس مع مستر ديفيد في الرعايه في تنشيط الرعايه الرياضيه.